السلام عليكم. اليوم انا سوي دجاج برياني، تشيكن برياني. اول شيء نقطع الدجاج، شوف كيف نركب. طيب اول نشيل الدجاج، بس اول شيء الدجاج قطع جاهز. طيب كسبرة، نانا، وهذا زبادي، زيت، هذا ثوم، جنجبي، هذا خلطة ہے، ونص ثوم ونص جنجبي. طيب سوي خلطة اول شيء، انا سوي اول جاهز. طيب سمنة كيا، هذا طيب، هذا بهارات، طيب مسمار، هل، قرفة، زفران. طيب ثاني هذا برياني مسالة. طيب هذا اسمه برياني مسالة، بهارات هذا بس كفو. فلفل أخضر، وهذا ليمون، بصل وطماطم. اول شيء شيل هذا حبه واحد بصل، طيب هذا التار كده، طيب طماطم، شيل طماطم. ترينا بقى طماطم. هذا نص كيلو روس برياني، انا ركب نص ساعه قبل. طيب نص ساعه يا واحد ساعه قبل ركب مويه عشان الروس يجي كويس، يعني يجي طويل طويل. طيب وهذا الدجاج حبه واحد، طيب نص كيلو روس حبه واحد دجاج، خلاص. هذا الليمون، هذا قطع اور شيل هذا عصير. طيب ليمون واحد كف. خلاص هذا الليمون جاهز، هذا الليمون عصير واحد، هذا ماي. هذا مويه سادة، هذا مسمار كو هيل خلي هنا، هذا قرفة، الحين خلي نار. اول انا ركب زيت، واحد اثنين ثلاثة، وهذا نص، انا ثلاثة ونص مرة. طيب
باد. طيب شوف اول شيء ركب بصل جبته تمام واحد اثنين وهذا ونص على اثنين ونص مره نجي به اوتو تمام بعد نخلي هذا جاهز بعد انا خليت طماطم هذا البهارات برياني انا اولا اتكلم شفت اربع هذا خمسه هذا طيب بعد الارقام هذا منها لازم يجي الرجاج استوى كويس بعدين على طول انت تشوف الرجاج استوى ولا ما استوى هذا الزعفران انت لازم نركب اول مويه عشان يجي لون كويس مويه سوي سخن وخلي هذا الزعفران وهذا ليمون عصير ليمون اما واحد مزور وهذا في الطب تمام وهشوف هذا ونص الطب هاي رقم انا لا لا هذا لا لا ايش برا بعد
عارف كيف بوش طماط بوش بوش بعد بشوي غلا ما يحتاج تب هذا شوف هذا ما يحتاج خلاص خلي برا طيب شوف هذا روس هذا جاهز طيب الحين جاهز الحين نركب روس بعدين شوف هذا تركب هنا طيب خلي هنا كله انت كيف بعد خلي روس من فوق هذا الزفران طيب خلي كده خلاص سوي خلي نعم بعد خلي شوية كيس برا كده طبعا خلي طيب نركب شوية طماطم سيجي ديكور كويس طيب خلي كده
شيل غطا وسكر وخلي نار شوي. نار برا خفيف 15 دقيقة خلاص. طيب ركب انا الجيب وكذا ماشي. هنا بقى هذا ناشف، طيب هذا هنا ناشف ركب في المقلي. طيب شوف بعدين نسوي كذا شيل جيب هذا جيد كلش انت. وبعدين هذا كاجو في اول في مقلي تيم انت جاهز هذا تمام خلاص. طيب برياني لازم صوص رايتا، رايتا لازم ضروري. طيب رايتا كيف سوي؟ رايتا اول شيء شيل واحد نص طماطم، طيب قطع هذا كل شيء بعدين خلي هنا خلي شوي بصل شوية خيار واحد خيار قطع هذا كده فلفل واحد اخضر ماشي. فلفل جاهز خلي هذا. طيب بعدين نركب زبده نركب نص مره نص شهر نركب شوية كمون هذا كمون طيب كمون هذا وثاني واحد وش كسبرة كسبرة شوية ملح شوية ركب ملح طيب ركب شوية سمك بودرة طيب عشان يجي ديكور كويس كده ماشي خلاص. هذا جاهز طيب برياني هذا برياني ماشي. هنا كي ركب بعدين اثنين ملقا كده لا تخلي زيادة شيء يجي كوليسترول زيادة بعد طيب. هذا بصل مقلي طيب
بعدين نسوي. بيت ممكن يجي صديق لا اي شيء زين نركب صحن كبير. ناشف هذا طيب، وهذا كاجو، هذين يجي ديكور كويس كده، بعدين شوية ركب، هذا نعنا، ركب شوية نعنا كده، طيب، شوية كشبرة، وشوية هذا بصل مقلي. خلاص طيب هذا برياني دجاج وهذا رايتا مشكل بصل وطماطم وخيار كله طيب فلفل اخضر. خلاص هذا برياني هندي جاهز طيب فضل وطي بيت واكل ويجي صديق واتينو صديق طيب اوكي مع السلامه. ان شاء الله ثاني مره انا اسوي دجاج كاري ان شاء الله ممكن قريب، يمكن بكره الاربعاء بكره كده طيب. مع السلامه.